السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض خبز لفات الصوف. ترند الايام دي، جايبينه كتير على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، فقلت اجربه معاكم. ان شاء الله نبدأ بطريقة التحضير. عندي هنا نص كيلو دقيق، بحط لهم معلقتين كبار اللي هي المعلقة المعيارية، بحط لهم 3 معالق كبار سكر، وعندي 3 معالق كبار لبن بودر، وعندي معلقة صغيرة خميرة فورية. طبعا كمان ما تنسوش ذرة الملح. دلوقتي هحط معاكو معلقة صغيرة خميرة، وعندي كمان معلقة بيكنج بودر، وبقلب كل الحاجات الجافة كده مع بعض. وبعدين بحط لهم معلقة صغيرة سمنة، السمنة بتدي طعم حلو وبتخلي العجينة هشة. معلقة صغيرة يعني متوسطة، مش كبيرة ولا صغيرة، وبقلبها كده في السمنة في الدقيق بالشكل ده. وبحط بقى المية حبة بحبة زي ما احنا متعودين مع بعض، وبنعمل العجينة بالشكل ده. المية دافية، هعجن العجينة بالشكل ده زي ما احنا شايفين مع بعض. بعد ما بعجن العجينة بالشكل ده، طبعا بلم العجينة بمعلقة كبيرة زيت لحد لما العجينة تنعم خالص، وكل العجين اللي في الطبق كده كله يتلم كده زي ما احنا شايفين. العجينة حلوة جدا معايا، ناعمة وجميلة زي عجينة البيتزا بالظبط. هحطها بقى كده تخمر لحد لما تخمر حوالي نص ساعة، وغطيها طبعا بالطبق وبالفوطة. ودلوقتي بعد ما عملناها، بعد ما خمرت، انا بجيب بقى صينية وهدهنها زيت، وهقسم العجينة دي لقطع متساوية كده بالشكل ده. طبعا هاخد منها على حسب ما الصينية تكفي، يعني بعمل العجينة بالشكل ده، بكورها كور كده بالشكل ده، كور كبيرة شوية او متوسطة يعني قد البرتقانة كده. هي بيطلع منها 5 قطع. ودلوقتي بقى بفرد العجينة بالمردنة زي ما احنا شايفين كده. العجينة بعملها بيضاوية وطويلة زي ما احنا شايفين. العجينة دي انتي طبعا بتحشيها بالحشوة اللي انتي عايزاها، كل واحد على حسب ما يحب. ممكن تحشيها حشوة حادقة، ممكن تحشيها شوكولاتة، ممكن اي حاجة يعني، كل واحد على حسب ما يحب. ممكن تسيبيها كده، ممكن تحطي فيها سكر وقرفة، ده طبعا على حسب اختيارك. بقطع العجينة شرايط رفيعة بالشكل ده، بأي بقى أي حاجة عندك، سكينة، مقطع، أي حاجة تقدري تقطعي بيها بالشكل ده شرايط رفيعة كده. وهو ده اللي بيخلي العجينة زي لفات الصوف بالظبط. ودلوقتي أنا حطيت هنا شوكولاتة، بس معلش الكاميرا كانت بعيدة شوية، وبقفلها بالشكل ده زي القطايف كده. وبعدين ببتدي ألف العجينة زي ما احنا شايفين كده، وبعدين بحطها في الصينية بالشكل ده. هعمل القطع كلها وارصها جنب بعض بشكل دائري كده في الصينية لحد لما الدايرة تقفل. هعمل واحدة تاني كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. بفرد العجينة، شايفين العجينة حلوة، لا هي طرية قوي ولا هي ناشفة قوي. طبعا بحط الزيت في ايدي علشان العجينة ما تلزقش، وكمان بدهن المفرش زيت. المفرش ده سيليكون، حلو جدا في الحاجات اللي هي بتتفرد دي. هقطعها برضو كده بالشكل ده زي ما احنا شايفين لحد نص العجينة. بعملها شرايط رفيعة بالشكل ده. وهتحشيها اي حشوة انت حباها. انا هحشي الحشوة دي، كان عندي كراميل، شوكولاتة كراميل، فهعملها بالشكل ده وهلفها كده وهحطها بالشكل ده. انا حطيت، خدت 4 وحدات، الوحدة التانية دي هعملها في اي حاجة تانية عندي. وبعد كده طبعا بسيبها تخمر. بعد ما بتخمر بجيب معلقة لبن على معلقتين مية على نص معلقة نسكافيه،
علشان ادهن بيهم الوش قبل ما ادخلها الفرن. طبعا بكون مسخنة الفرن قبل ما ادخلها على درجة حرارة 200، وبسيبها لحد لما تحمر من تحت ومن فوق. وبعدين لما بتطلع بأسلك كده العجينة من الحواف كده وبقلبها، شكلها حلو جدا وطرية وهشة زي ما احنا شايفين. شايفين العجينة جميلة جدا وهشة زي فعلا القطن. دي محشية كراميل. ان شاء الله الوصفة تعجبكم. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وان شاء الله اشوفكم في حلقة تانية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.